أكيد نعرف أنه أبي الفضل العباس عليه السلام قدوة بلا شك هذا، لكن ماذا يمكن للشاب أن يتعلم من أبي الفضل العباس عليه السلام ومن هذه الشخصية المباركة؟ يعني هي رسالة مفتوحة. سلام الله عليك يا قمر سلام الله العاشرة. عليك. هنالك صراحة عدة مواقف يعني يمكن للشاب المؤمن أن يستلهم منها العبرة. يعني مثلا عندما يتقدم الشخص للقتال للمبارزة، هكذا كان دأبهم أجمع أن يستأذنوا من سيدهم. وحتى قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن يتقدم يستأذن، الظاهر هنالك رمز نعبر عنه، الإمام المعصوم طبعا في ذلك الزمان الحسين، نعم. في هذا الزمان هو نائب الإمام المعصوم اللي هو المرجع الأعلى، ففي كل خطوة وفي كل عمل وفي كل إقدام لابد من الاستئذان والرجوع إلى الركن الوثيق، أقصد الركن الوثيق اللي هو نائب الإمام. فلابد للشاب المؤمن أن يستند إلى الركن الوثيق في كل حركة، سيما لو كانت جهادية، سيما لو كانت تلك الحركة حركة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى تأمل. فقبل أن يقدم، صح الشاب عنده اندفاع لا بأس بذلك، ولكن لابد للشاب المؤمن أن يلتجئ ويستند إلى الركن الوثيق، أقصد به المرجعية المباركة الشريفة التي تمثل نائب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويرجع إليها ليستشيرها ويستأذنها ويستأنس بقولها. فالرشد في اتباعهم والرجوع إليهم، فهم ساسة البلاد كما نقول، وهم أركان العباد. على أي حال، فهذه رسالة مفتوحة للجميع، جميع الشباب، من التمسك بالمرجعية.